مواد في الهيئة العليا المركزية الانتخابية. قمنا بهالوقف الاحتجاجية هذه، طالبين من الحكومة باش تسمعنا تعطينا حقنا وفرصتنا في التشغيل. هو صدر المرسوم في التنظيم المؤقت للسلطة واللي نص على أحداث هيئة عليا دائمة. احنا عنا الخبرة وعنا التجربة وصار لنا الشرف اللي تكوننا في صلب الهيئة هذه، ماناش حابين يعني الخبرة هذه تمشي سودا ويتعاود تعاود يعني لا فورماسيون من اول وجديد باش نكونوا احنا مؤهلين للخدمه. تو بالله تو ناس فينا اللي معرس اللي عنده صغيرات، ناس حل ديار وحق العمل حق مشروع راهو، وطلبنا هذا لينا موقفين معامل لينا نضغطوا على الدوله لان حد شيء حقنا اللي احنا نطلبوا التشغيل واستمراريه العمل نتاعنا. حتى احنا مقررين وحابين كوقفه تضامنيه انا وصحابي قلنا فيها الهدنه الاجتماعيه اللي طلبها سي المنصف المرزوقي، نخدموا يا خويا بنص شهرية مدة 6 أشهر حتى تتركز الهيئة هذه من أول وجديد ويلقاو لها التمويل في صلب ميزانية الدولة 2012. ماذا بينا الحكومة تسمعنا؟ ماذا بينا يتجاوبوا مع مطالبنا؟ قداش من واحد كونسرني؟ احنا 60 واحد 80 واحد بالضبط 60 70 هكاك ماكسيموم ما نفوتوش. قداش خدمتوا من شهر ولا 6 أشهر 7 أشهر؟ قداش كونوكم؟ كونونا قداش قعدتوا في التكوين؟ قعدنا في التكوين قعد التكوين وفي ميزور في صلب الهيئة من أول نهار نخدموا انفورماسيون ونخدموا. فما أيامات خدمنا في الليل في الصبيح اللي عندنا يعني ضحينا بصغارنا وبديارنا بمسؤولياتنا هذا الكل قدمنا التضحيات. بتنا فيها وصلنا فيها مشغول عدى 36 ساعة في الليزي ما خرج منها. هيك عيوني شاد فيهم هيك عينيه باش يواصل يخدم وباش يحافظ على الانتخابات وفي الاخر هذه دي ملدوس من الهيئه المركزيه. احنا نجحنا الانتخابات ابخي احنا صرنا على الانتخابات باش تنجح واحنا حطيناهم في البلايص هذاك اول حاجه يعني اول تسلسل قال لك واش فقدوا باش حد يفكروا فينا. احنا سجلناه واحد واحد وبعد يحبوا نحن يخرجونا يهمسوا احنا في اقل اي حاجه معلومه نوصلوها له وحتى تو وصلنا احنا قدام الوزاره حتى ما تلفت لنا علاش مش حقنا هذا كنا بصغارنا حتى مش بصغار يعني ما ربي سوى الشاب ولا كنا ضحينا كنا بدنا كنا بدنا وضحينا بصغارنا وضحينا بديارنا هذا الكل قالوا انتخابات يعني على صعيد الدول وعلى صعيد العالمي وهالخبره اللي اكتسبناها بعد جايبونا احنا دجاج. سامحوني حاولتوا تتناقشوا ولا تتحاوروا مع الهيئه؟ احنا الهيئه قالوا لنا ما عندنا لا حول ولا قوه الا عدينا مكتوب بيان كتبناه وعديناه للمجلس التأسيسي، عدينا بيان لرئيس الحكومة ما جاوبوناش فيه، يا ديجو، عدينا للأحزاب، عدينا للرئاسة، هذا الكل بربي وين باش يوصل صوتنا؟ وقتاش باش يتلفتونا احنا؟ هذا هي الوقت. خرجونا 31 قالوا لنا إذا كان زاد ينتظروا باش واحد منا يحرق روحه باش يتلفتونا. مرزوقي وعد 25 مواطن شغل. حاير في 40 بلاصة ولا 70 بلاصة؟ 70 70 واحد ما يخليش الناس تخدم على روحها 70 واحد 70 مش 25000 70 واحد 70 واحد احنا قلنا لهم نخدموا حتى ب 200 دينار بار تشغيل هذول الكوادر نجحوا الانتخابات دونك باش يحافظوا على الاستقلال سينو باش يخرج هذول الناس اللي عندها خبره وعندها اكسبيرينس وعندها اسكو شكون باش يجيب ناس اخرى باش يعاود يعمل اكسبيرينس جديده معناها اللي ثم تو ماهوش ثم انتخابات معناها ما ثمش انتخابات بعد عام ونص اخر ما ثمش تو هيئه احنا عملنا هيئه قبل 6 شهور صار فيها ديفو فوت كذا دونك باش تعمل هنيك باش تعمل هيئة تو بعد عام انا ما ثمش انتخابات بعد عام ونص معناها انت تطلب تقف الحكومة اكثر اربع خمس سنين اخرين انتم انتدابكم تم على اساس مؤقت ولا شنو هو العقد يعني العمل مؤقت ولا دونك مش شوي خدمنا راهو مسيف واحنا تعبنا بشر نخدموا ليل ونهار باش ننجح الانتخابات اليوم باش تجي تخرجنا نخرج لبرا كيفاش باش تجي الحكاية هذه شكون باش تجي وشكون باش تعملها الهيئة فهمت ثم دي بروبليم